اولا بنهنيكم على نجاح البطوله ومبدئيا فكره حتى تنظيمها في مصر. قبل ما ندخل بقى معاكم في التفاصيل، تعالوا نتعرف اكتر عليكم وخلفيتكم ايه دراسيا ورياضيا. اوكي. انا محمود فتحي، انا مهندس ميكاترونكس، وباك جراوند بتاعتي في السباحه، كنت سباح مسافات قصيره، كنت في منتخب مصر. اوكي. طول عمري بتمرن في نادي الجزيره الرياضي، دخلت بطولات محليه وبطولات دوليه، رحنا المانيا، برتغال، اسبانيا، بطولات كتيره. جميل. يعني باك جراوند بتاعتنا سباحه للصميم يعني. وحضرتك نفس الكلام برضو ولا؟ بالظبط. طول عمري سباح برضو، بس انا مختلف عنه، هو كان مينلي سبرنتر. انا كنت بعوم طول عمري لونج ديستنس، حاجات اللي هي الاوبن ووتر سويمنج، الحاجات اللي في البحر وكده. اوكي. وكان عندي من سنتين. يعني انت اقرب للمياه المفتوحه اللي بنتكلم عليها. دي اللي انا كنت بعملها طول عمري. بالظبط. وانا دراستي برضو درست هندسه، بس ماجستير في برضو في ميكاترونكس، وبس. وبعدين اتجهنا بقى لحته الرياضه خالص، بقى لنا حبه يعني. كانوا بيذاكروا موت شكلهم في ثانوي. بيذاكروا موت. لا هو كان قدوه، هو قال هيخش زي الحاجات الالكترونكس اللي قالوا عليها دي، شكلها بتاعت الناس كانت قاعده مقطوعه للمذاكره. يعني كنا شويه كده.